نعم، إن استقالة الذي قدمها سليمان سويلو أمس إنها مسلسل من مسلسلات الحزب العدالة والتنمية. أما سبب الاستقالة، هناك مشاكل بين الصهر رجب طيب أردوغان ووزير المالية بلد آيل بايراق وسليمان سويلو، وهذه المشاكل التي حدث بينهما تتطور بشكل كبير في الفترة الأخيرة. لذلك سبب استقالته هو كان أولا مشاكله مع صهر رجب طيب أردوغان بلد آيل بايراق. إن كانت هذه الاستقالة أستاذ أحمد تعكس هذه الخلافات داخل البنية الحاكمة لحزب العدالة والتنمية، إذا لماذا لم يقبلها أردوغان برأيك؟ لدى أردوغان شيئين فقط، يده اليمنى هو وزير المالية وصهره بلاط أي بايراق، ويده اليسرى هو سليمان سويلو، وهما الوحيدين الذي أردوغان مثل ما تقولون يثق بهم كثيرا جدا. فإن استقالة سليمان سويلو هو كسر يد اليسرى لرجب طيب أردوغان. طيب، إلى أي مدى تبدو ميالا سيد أحمد للفرضية أو الطرح الذي تقدمت به أطياف من المعارضة التركية حول أن هذه الاستقالة ليست سوى أمرا مدبرا لتخفيف الأعباء والضغوطات التي يتعرض لها أردوغان الآن، وهذه عدم يعني التعامل الحكومي المناسب مع أزمة كأزمة كورونا حاليا؟ طبعا الأزمة التي يمر فيها البلاد، الأزمة الاقتصادية، سليمان سويلو أراد أن يخفف الضغط على رجب طيب أردوغان، وأخذ كل المشاكل التي يحدث في البلاد على عاتقه بنفسه، أنه هو سبب أنه أن أن أنا الذي المسؤول عن كافة الأسباب التي يحدث في الدولة وليس رجب طيب أردوغان. في ذات الإطار سيد أحمد، كان قد أقيل لذات الأسباب متعلقة بأزمة كورونا وزير النقل، وأيضا لاحظنا هذه الاستقالة المرفوضة من قبل أردوغان لوزير الداخلية. هل نتوقع أن تتكرر هذه الحوادث أو نشهد استقالات من هذا القبيل في الأيام القادمة ربما؟ السبب الرئيسي ليس هو سبب كورونا الوحيد، هناك كثير من الاسباب التي يمر فيها حزب العداله والتنميه والانقسامات التي يحدث داخل حزب العداله والتنميه يوميا. وراينا وزير السابق احمد داوتوغلو انشق عن حزب العداله والتنميه واجرى وقام بحزب جديد، حزب المستقبل. ايضا وزير الاقتصادي، وكان وزير الاقتصادي السابق علي باباجان، ايضا قام بإنشاء حزب جديد وكسر عظام حزب العدالة والتنمية. لدى حزب العدالة والتنمية شخصين فقط الذي يثق بهما رجب طيب أردوغان، هو صهري بلاط آل بايراق وسليمان سويلو، ولكن بين هذين الشخصين بلاط آل بايراق وسليمان سويلو مشاكل كبيرة جدا. نعم، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات، الباحث والكاتب السياسي وعضو في حزب الشعوب الديمقراطي السيد أحمد أحمد، حدثتنا مباشرة من أزمير.